بجد التحية على كل مشاهدي قناة الحياة والحياة في العالمين. ودلوقتي فقرة هي يعني من أجمل الفقرات اللي أنا بحب أقدمها الحقيقة، لأن معايا أبطال مش عاديين، أبطال خارقين. معايا كابتن أحمد سامح، بطل كرة السلة لذوي القدرات الخاصة. برحب بيك يا كابتن. شكرا. وكمان معايا كابتن علي أبو بكر، أحد اللاعبين ذوي القدرات الخاصة. برحب بيك يا كابتن علي. بنويك والله طبعا يعني أو شايف صوت كابتن علي عالي ازاي؟ عايزين صوتنا يبقى كده بقى عشان اعرف اسمعك ونعرف نعمل معاك الحوار. انت اللي فزت في المباراة، فرحان؟ احساسك ايه بقى لما عرفت ان انت هتيجي تلعب في العالمين؟ جميلة. العالمين جميلة. طيب حسيت بايه بقى ولما قالوا لك هتيجي تلعب في العالمين؟ فزت مباراة كسبت عالي. كسبت عالي؟ ما انا عارفة انك كسبت عالي. حسيت بإيه لما كسبت عالي؟ فرحت. فرحت بجد؟ انت انا شايفة ما شاء الله عندك يعني ميداليات كتيرة جدا ومعظمها ذهبية، صح؟ صح. بتركز في اللعبة، انت تفكيرك كله بيبقى رايح للعبة، صح؟ وانت بتلعب بتفكر في ايه؟ في السلة بس. في السلة بس. عشان كده ميدالياتك ما شاء الله ذهبية، وانت عالي شكلك بتفكر حاجات تانية غير السلة عشان تناولنا بقى ذهبية لا وفضية يا السلة بس، عشان هي وبرونزية. السلة لعبتي الأولى والأخيرة طبعا. بتحب السلة قوي؟ أكيد طبعا. ايه اللي حببك فيها؟ مايكل جوردن أسطورة السلة في التاريخ عامة، ده أسطورة جامد. بتحب يعني هو ده مثلك الأعلى؟ طبعا أكيد. بص، لا ده مش ده لوحده يعني، ده مش لوحده، ده أمال مين تاني معايا؟ بص يعني هو طبعا يعني الكابتن ياسر أسامة وكابتن مصطفى كيجو، نفسي أقابلهم يعني. نفسك تقابلهم؟ ايوه اكيد. طب قولي اصلا بدايتك مع لعبه السله جت ازاي؟ بقولك بس هو حضرتك يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو اول حاجه يعني بقولك بس طبعا احب اشكر الحياه، كره الحياه طبعا، واحنا بنشكرك ان انا قاعد معاك والله في العالمين، واضواءك حلوه وجميله ان شاء الله يعني. مبسوط بالعالمين؟ اكيد طبعا، لما ده مدينه عرفت ان حلمين. انت جاي تلعب في العالمين لا اتبسطت جدا والله، اتبسطت مبسوط. انا مش قادر والله العظيم، مش قادر أبص... انا مش قادر اوصف الفرحه بتاعتي عامله ازاي والله. لا اوصفها لنا. بس قبل حاجه طبعا احب اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكره من قلبي جامد جدا جدا، وبحب طبعا اشكر هو بيحبكم وزير الشباب. قوي. بص، وطبعا بحب اشكر وزير الشباب والرياضه حبيب قلبي طبعا الدكتور اشرف صبحي، وبحب اشكر المهندسه امال امل مبدا، وبحب طبعا اشكر الدكتوره وايده المندي. بس اكتر حد بحب اشكره هو، بص هو يعني كانت رئيسه امل مبدا، عشان دي كانت مرشحاني ان انا ابقى في منتخب مصر الحمد لله يعني. الحمد لله. ايه اكتر حاجه عجبتك في العالمين يا علي؟ الاضواء وكره السله اكتر طبعا. يعني انا روايتي كره السله تبقى افضل مني والله يعني. طب والبحر؟ لا البحر تحفه، البحر تحفه اقسم بالله، مش قادر اقول لك يعني ايه مدى سعادتي لما نزلت البحر والله. بدايه نزلت البحر في الشاطئ المخصص ليكم. ايوه اكيد طبعا وكنت يعني. سعيد طبعا طبعا اكيد. طب قول لي بقى تجربتك ايه في نزولك البحر في الشاطئ؟ لا تجربتك كانت عالميه وحلوه جدا يعني. اول ما دخلت الشاطئ حسيت انا مبسوط والله يعني، انا مبسوط وفي جدا تجهيزات جدا. كلها موجوده، في حاجه كانت ناقصك؟ لا مش حاجه كانت ناقصاني جدا، بس هم كباتن كانوا معايا. صح نسيت، نسيت حاجه بس معلش. طبعا انا بحب اشكر الكابتن محمد طارق، وبحب اشكر الكابتن محمد انور عشان هو جابني هنا. بقول لك طبعا طبعا ما اقدرش اذكر طبعا، مش قادر انسى الكابتن الدكتور ابراهيم مكي حبيب قلبي طبعا، هو اللي خلاني بعد فضل الله جبت الميداليات دي كلها يعني. انت بتحب فضل الله الناس طبعا. قوي، شكلك اجتماعي وبتحب الناس. ايوه اكيد. بقول لك وتحب دايما يعني تدي كل حد حقه. بس والله العظيم انا والله العظيم حب الناس ده بكنز ليا والله. بقول لك ما والله البطل بيبقى عايش بحب الناس، ده كنز ليه. بقول لك بس مش مهم يعني الفلوس والشغل والغرور والكلام ده، بس هو حب الناس كنز ليه، البطل طبعا. ده حب الناس كنز ليه. طب علي قول لي بدايتك مع كرة السلة جت ازاي؟ بقول لك انا بدايتي الحمد لله طبعا كنت قاعد بتفرج على كرة السلة، فطبعا شفت لاعب كان اسمه مايكل جوردن، ده عنده أسطورة السلة في التاريخ، بيقول لك هو خد كأس العالم رقم 36 مرة لوحده، سبحان الله. عقبالك. الحمد لله طبعا. بقول لك وبعدين قررت انت تلعب. قررت انا العب. مين ساعدك؟ كابتن الدكتور في الاول خالص. الاول خالص؟ لا كابتن خالد صقر طبعا. كابتن خالد صقر كان عندنا، كان عندنا في المؤسسه ساعدني جدا. وبعد كده كابتن الدكتور ابراهيم مكي، وبعد كده كابتن هشام بتاع الاهلي. طب ودور بابا وماما ودور الاهل، دور العيله؟ بقول لك احب اشكر طبعا والدي ووالدتي، بس اكتر حد هي والدتي عشان هي بتنظم لي وقتي وبتحضر لي اكلي، وكده كده انا بحبها جدا جدا،
وبفضل بفضل الله طبعا كده يعني احقق لها امنيه عشان عايز اطلعها عمى ان شاء الله وتدعي ان شاء الله. بحبك جدا جدا يا امي. ان شاء الله باذن الله. طيب معانا طبعا على التليفون شخصيه انتم بتحبوها قوي 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 معانا طبعا الاستاذه امل مبدر رئيس الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه. برحب بيكي. اهلا يا استاذه منى. ازيك؟ ازي حضرتك؟ مبروك. الحمد لله. ميرسي. اشكرك. قولي لي بقى دور الاتحاد في رعايه ابطالنا الحلوين دول وبرده التجهيز للمباراه اللي حصلت هنا في العالمين. بص احنا الحمد لله يعني اولا بشكر المتحده وبشكر انه بشكر فخامة الرئيس لانه لولا اهتمامه بالقضيه وبولادنا وبالاشخاص ذوي الاعاقه ما كانش يعني ما كناش بقينا جزء كده من كل يعني دلوقتي بقى مكون ذوي الاعاقه موجود في كل الملفات بتاعه الدوله. فده لازم بس اوجه الشكر للقياده السياسيه وطبعا للمتحده ان بلادنا موجودين كجزء من كل حاجه بتعمله. وفعاليات مهرجان العالمين تم التجهيز للمباراه ازاي؟ والله احنا جات لنا الدعوه وجبنا ابطال من ابطال الصاله لان احنا مش عارفه احنا المفروض ان احنا عندنا حوالي 10 رياضات في الاتحاد اولادنا بيمارسوها ما بين سله وكره قدم وسباحه والعاب قوه وغيره. فجبنا ابطال الجمهوريه من عندنا من ولادنا وراحوا قضوا يوم ولعبوا. الحقيقه يعني للاسف ما كانش ليا الحظ ان انا اروح بس هشوفهم في التلفزيون اكيد انتوا صورتوا. والولاد اتبسطوا جدا جدا وشفت الصور ويعني بصي وجودهم في حد ذاته انه ضمن اللي كمان اللي كانوا على كراسي السله على كراسي برضو ولادنا يعني دي حاجه محترمه جدا 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 ارجو انها تتكرر والسنه الجايه مش نلاقي سله بس نلاقي بقى تنس طاوله ونلاقيهم في الطايره ونلاقيهم في كره القدم نلاقيهم في كل لعبه. استاذه امل يعني بتحضروا ازاي للمباريات وبتجهزوا ازاي للبطولات العالميه وانا عارفه ان انتوا رايحين باريس قريب؟ احنا رايحين باريس انا كعضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه رايحين باريس ان شاء الله بدءا يعني البعثه هتسافر على مراحل بدءا من يوم 18 لغايه يوم 26. لكن بالنسبه للاتحاد الذهني ازاي بتجهز للبطولات احنا بيبقى عندنا نشاط طول السنه ما بين بطولات جمهوريه بطولات اقاليم بعد كده بنشارك في البطولات الدوليه اعداد منتخب زينا زي اي اتحاد يعني احنا اتحاد طبيعي جدا بيمارس اللعبه وبيمارس البطولات بس الفرق ان اتحاد الاعاقه الذهنيه عنده كذا لعبه في وقت واحد مش لعبه واحده. الموسم الجديد هتحضري له ازاي؟ هيكون مختلف عن الموسم اللي فات ازاي؟ الموسم الجديد ان شاء الله الاختلاف ان احنا هيبقى عندنا بطوله عربيه استعدادا لان احنا ان شاء الله مصر هتستضيف بطوله العالم 2027 فهيبقى عندنا كذا بطوله عربيه عندنا بطوله مصر الدوليه ان شاء الله للسباحه هتبقى في 2025 عندنا مؤتمر للدول الافريقيه عشان بنحاول ان احنا الحمد لله مصر متقدمه جدا يمكن هي اول دوله في افريقيا في رياضات الاعاقات الذهنيه فهيبقى عندنا مؤتمر رياضي للدول الافريقيه برضه هيبقى في 2025 بنحضر لقادرون باختلاف النسخه السادسه الى جانب بقى البطولات الجمهوريه ودورات التدريب للمدربين اللي عندنا يعني اجنده كبيره الحمد لله. ربنا يوفقك دايما انا بتابعك على طول. ربنا يكرمك. عندنا كمان ان شاء الله في باريس المره دي ممكن بس حاجه عندنا اول افندم لا علي كان عايز يقولك حاجه بس انا قلت له استنى. اوكي عندنا اول لاعب في تاريخ جمهوريه مصر العربيه من الاعاقه الذهنيه يشارك في الالعاب البارالمبيه معانا عبد الرحمن طه اول مره هيطلع لاعب تنس طاوله من ذوي الاعاقه الذهنيه موجود ان شاء الله معانا في البعثه البارالمبيه اللي هتسافر الشهر ده باذن الله. ان شاء الله وان شاء الله طبعا كمان يجي لنا بالمركز الاول باذن الله. علي كنت عايز تقول ايه الاستاذه امل؟ بقول لك يا بحبها جدا جدا وان شاء الله اوعدها لو انا سافرت ان شاء الله بقى مصر ان شاء الله هجيب لها هديه الاولمبيه ان شاء الله بس ذهب ان شاء الله. حبيبي حبيبي علي حبيبي علي هم انت سالتيني سؤال كده في الاول قلت لي بقول لك بس انا صح وكنت انسى صح الحقيقه احنا اللي بقول لك ان شاء الله بوعد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لو انا سافرت بقى ان شاء الله هحقق له بس اقسم بالله انا نفسي حقيقتي بس اللي انا بس ان انا اللي هو كان مهتم بينا جدا جدا طول الفتره اللي فاتت دي وكان مخلي معانا اشرف صبحي حبيب قلبي طبعا هو حبيبي بحبه عشان هو صاحبي جدا. هو بيحبكم جدا الحقيقه ده اصلا قبل المكالمه يا استاذه امل وهو بيشكر فيكي وبيعبر عن حبه ليكي بشكل كبير جدا الحقيقه. نعمه والله يا استاذه منى من ربنا ان انت يبقى ملائكه الارض دول كده بيحبوكي او بيفتكروكي او بيفتكروكي الدعاء
او يذكروكي، فدي نعمه ربنا كده يستخدمنا ولا يستقبلنا معاهم يا رب دايما. عايزه قبل ما اكمل معاكي بقيه الحوار، عايزه مش عايز تسالي يا كابتن احمد، مش عايز توجه اي كلمه للاستاذه امل، عايز تقول لها ايه؟ ماش حاجه بس عايز تقول لها ايه؟ ازيك يا احمد؟ بتقول لك ازيك يا احمد؟ كويس. انت كويس؟ مبسوط؟ مبسوط. بتقول لك مبسوط؟ مبسوط في العالمين. الجو عندك حلو؟ الجو عندنا في مصر حر، انت قاعد في الثروه دلوقتي. ها بختك يا عم. قول لها تعالي. تعالي. قول لها تعالي بصي معايا. لا تيجي طبعا، تتناس وتنور طبعا، تتنور اي مكان طبعا، دي اسم الاتحاد طبعا. حبيبي يعني حبيبي 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 طبعا. ربنا يخليكوا يا رب. احلامك ايه؟ انا عارفه ان القضيه دي انت يعني بتحمليها بشكل قوي جدا على قدم وساق وبكل قلبك الحقيقه، بتبذلي كل جهد فيه. احلامك ايه للاتحاد ولاولادنا؟ احلامي للاشخاص ذوي الاعاقه في مصر بصفه عامه، احلامي ان هم كل حقوقهم ياخدوها، انه يتعاملوا معامله ادميه، انه ينتهي التنمر، انه الاقيهم في الوظائف، في مختلف الوظائف وفي مختلف الشركات وفي مختلف البنوك، اي حد منهم ياخد الوظيفه اللي تناسب قدراته واللي تناسب تعليمه واللي تناسب تاهيله. احلامي انه في البطولات حاجه زي البارالمبيك، بدل ما نقول ان احنا متوقعين مثلا من 4 لـ5 ميداليات، لا السنه الجايه او الدوره اللي جايه نقول احنا داخلين في 10 ميداليه. يعني احلامي كتير الحمد لله. احنا يمكن اتحاد الاعاقه الذهنيه في بطوله العالم اللي فاتت في فرنسا جبنا 27 ميداليه، كنا في استراليا جبنا 11. اتمنى انه في 2027 وخصوصا انها في بلدي وعلى ارضي ان ال 27 دول نلاقيهم 50. فيعني اتمنى ان هم في كل المحافل مش بس في الرياضه الاشخاص ذوي الاعاقه ياخدوا حقوقهم، والناس تبطل، لانه لسه في ناس بتبص لهم نظره شفقه يعني لا، النظره تتبدل بنظره احترام واحترام للاختلاف. احنا كلنا مختلفين في قدراتنا، ربنا خلقنا كده يعني، بنكمل بعض. سنه الكون بالظبط، هي سنه الكون وبنكمل بعض باختلافنا. طبعا طبعا ده حقيقي. أستاذة أمل مبدع رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أنا بشكر حضرتك جدا على المداخلة دي الحقيقة، وأشكر حضرتك أكتر على رعايتك لأولادنا. أحمد قل لي بدايتك مع السلة جت إزاي؟ حبيتها إزاي؟ أنا طويل كبرت ولعبت سلة. إيه اللي خلاك عايز تلعب سلة؟ العيلة عندك هم اللي اختاروا لك اللعبة مثلا؟ هم اللي قالوا لك تلعب سلة؟ مين اللي اختار لك؟ محمد اخويا. اخوك؟ اسمه ايه؟ محمود. محمد الكبير. اه هو بيلعب زيك؟ اه عشان كده اختارها لك. وعلمك ايه اكتر حاجه اتعلمتها منه؟ السله بس. ايه طب مين اشطر، انت ولا هو؟ انا. انت اشطر؟ طيب ليه؟ مع انك انت بتقول هو اللي حببك فيها، انت كل حاجه انت اللي اشطر. في ايه كمان اشطر؟ في ايه كمان؟ في السباحه. في السباحه؟ الله. خدت بطولات سباحه؟ خدت كام بطوله؟ واحده بس. واحدة بس؟ طب بس حلو، انت يعني متنوع عندك كذا حاجة، ايه كمان بتحبه؟ لسه مش فاكر، لسه عايز تفكر. طب في لعبة تانية نفسك تلعبها غير السباحة وغير السلة؟ لا سلة بس. سلة بس؟ يعني السباحة كمان مش هتكمل فيها؟ ليه؟ انا بحبش السباحة اصلا. ما بتحبهاش اصلا؟ امال دخلت وخدت فيها اهو ميدالية، خدت فيها فوزت اهو، عشان انت بتنجح في اي حاجه بتعملها صح. طب لو عايز تقول كلمه بقى لمحمد اخوك تقول له ايه؟ بحبك يا محمد تسامح. تقول له ايه؟ بحبك. بحبك. طيب ماشي، بس بتحبه بس لازم انت اللي تفوز برضه. خلاص بتحبه بس يعني انت اللي تفوز، بس لو هو فاز هتبقى بتحبه برضه. صح اكيد. طب قول لي يا علي، بعد بقى ما يعني مامتك قررت ان هي بتدعمك في فكره السله، اتجهتوا بقى للنادي؟ اتمرنت ازاي؟ ابتديت تاخد بطولاتك ازاي؟ دور الاتحاد معاك ازاي؟ بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه كنت بحبها كنت قدم في الاول، عشان كنت بحب كريستيانو رونالدو، كنت بحب وش الصراحه. بقول لك بس حابب في كريستيانو رونالدو اللي هو طيب قوي. يعني مثلا هو حب الناس ليه هو كنز الصراحه، بحب الصوم معاهم كتير قوي. بقول لك بس في الاول يعني كنت عايز العب كوره قدم، فبيقول لي لا انت طول ده ممكن يا اما السله يا اما السباحه. انت كمان بتلعب سباحه؟ لا لا
طب ليك كويس. لا بص هو بيقول لي الطول ده يعني يا اما تلعب سله يا اما تلعب سباحه، فاخترت السله عشان فانت اخترت السله عشان انت بتحب السله اكتر. اكيد طبعا. وباين ما شاء الله كمان على الطول بتاعك. اكيد طبعا اكيد طبعا. يومك بتقضيه ازاي؟ ليك كويس عادي. بص ليك كويس عادي. بص عادي ممكن اصحى من النوم مثلا اصلي ركعتين لله طبعا. بص وقت كده اصلي الظهر كده اصلي العصر. ليك كويس. بص والله العظيم انا كويس. بص والله العظيم انا كل اللي بحبه ان ربنا يدعمني ان شاء الله باحسن لاعب في العالم ان شاء الله. ان شاء الله. بس اكيد ليك اي حد لعيب عالمي وبيعمل طبعا محمد خالد لا بيبقى عنده برنامج معين في اليوم بتاعه. يعني بتصحى كذا وبتتمرن كام ساعة في اليوم؟ بتتمرن كام مرة في الأسبوع؟ بس هو بس بقول لك بس يعني هم بس يعني هو بس يوم الثلاث وأربع أو بس بقول لك بس بقول لك بس هو كان في الأول كان سبت وجمعة، دلوقتي بقى ثلاث وجمعة يعني مرتين في الأسبوع. اه بكام بقى في المرتين في الأسبوع دول؟ المرة الواحدة بتبقى قد إيه؟ مثلا ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات. كفاية بالنسبة لك؟ لا كتير طبعا. كتير. ايوه طبعا. طب تعرف تقدرش تبقى اكتر من كده صح؟ لا لازم اكتر من كده. انت عايز اكتر من كده؟ ايوه عشان اللعيب. بس بقول لك بص عشان اللعيب عمره ما مستسلم. اللعيب هو بيبني نفسه بنفسه. بقول لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو حد عنده يعني اقسم برب العزه لو حد عنده طموح لازم يقدر يحققها. وقت عندي طموح طبعا وان شاء الله تحققها ان شاء الله. وانت احمد بتتمرن قد ايه؟ اسبوعين. بتتمرن قد ايه؟ اثنين وثلاث. ثلاث مرات في الاسبوع. اه وكل مره بتبقى عندك وقت قد ايه؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات بالنسبه لك كفايه؟ اه ولا عايز اكتر؟ ولا عايزهم يبقوا اقل؟ اكتر. عايز اكتر؟ ليه؟ علشان تبقى ايه؟ عشان تبقى افضل؟ عشان تخلي مهاراتك افضل؟ مجهود. ايه المجهود؟ المجهود المجهود اللي بيخليك افضل. كل ما بتبذل مجهود اكتر كل ما بتفضل بتبقى احسن. صح؟ صح. طب يا علي ليكوا نظام غذائي معين؟ يعني ليك اكل معين؟ في اكل ما ينفعش تاكله؟ في اكل ينفع تاكله؟ طبعا طبعا ليه. بقولك يعني معظم اوقاتي بص يعني اكل ما بعض انظمه يعني عادي. ازاي بتاكل ايه؟ يعني ايه اللي ممنوع منه ما ينفعش؟ الكابتن قال لك ما ينفعش تاكل الاكل ده ابدا. بقول لك بس الاملاح ما اكلش املاح كتير، اخفف من الاملاح شويه. والسكريات طبعا برضو عشان السكريات ممكن يعني بس يعني بتقلل ضعف الجسم شويه بس هي يعني بس بقول لك يعني بتديك برضو باور شويه طاقه. بتديني باور كتير. صح؟ طبعا. صح. صح؟ طبعا. والبروتين عشان عضلات؟ لا لا البروتين طبعا هو جامد. صح. بتاكل بروتين كل يوم؟ باكل بروتين كل يوم. قد ايه بتاكل ايه بروتين ايه؟ بقول لك بس ليك بس يعني بس ليك بس يعني ليك بس يعني مثلا ليك بس يعني مثلا ممكن اشرب لبن مثلا. اه اكل بيض كتير كالسيوم. مثلا كالسيوم. اه بروتين. اكل تونه كتير مثلا. اه بقول لك بس بقول لك بس واكل فراخ واكل ليك بس بقول لك بس بقول لك بس ليك بس ليك بس بقول لك بس يعني هو معظم وقتي انا ممكن اقضيه بقول لك بس انا اكل لحوم بس مش كتير يعني. بقول لك بس بقول لك بس نص كده ونص كده عادي يعني. وانت يا احمد ليك نظام غذائي معين؟ لا بتاكل اي حاجه؟ اي حاجه. بجد؟ اه. طب الكابتن ما بيقولكش غلط كده ولا صح كده ولا اي حاجه؟ لا. طب اكتر اكله بتحبها ايه؟ فراخ. الفراخ. اه. وانت اكتر اكله بتحبها ايه يا علي؟ الكريب الصراحه. الكريب. اه. اه طيب ده كله سكريات ما هو دي ده بيتحول لسكريات. لا بقولك بس لا بقولك بس انا بقلل منه ما بكترش منه بقلل يعني مش بكتر منه انا بقلل منه يعني سنه بقلل منه بقلل منه كتير بس مش بكتر منه. طب بتتابعوا بقى دلوقتي البطولات اللي بتحصل على الشاشه بتحبوا تتفرجوا على ايه؟ جوردن. يعني اولمبياد دلوقتي شغاله بتتفرج على المباريات؟ لا. ليه؟ بحبهاش اصلا. مش بتحب تتفرج على حاجه تحب تلعب بس انت. أوه. عملي شخصيه عمليه تحب الفراخ وتحب تمرن 3 ايام في الاسبوع وتلعب بس ودماغك كلها في السله. اه والميداليات كلها ما شاء الله الله اكبر ذهبيه. برافو عليك يا احمد. وانت طيب بتتابع المباريات دلوقتي؟ اه اكيد طبعا الاولمبياد في السله بتابعها كل يوم بتابعها كل يوم. اه لو في يوم بقول لك بس يعني بس ليك بس يعني ليك بس انا بس لك حاجه يا ليك بس يعني ليك بس يعني مثلا لو والدي قاعد اهو بيتفرج على ماتش مهم ابلغ الماتش عشان ببعد اشوف قضايا السله عامله ازاي. آه. الاولمبياد. اه تقول له لا معلش انا اللي هتفرج. اه اكيد طبعا يعني عشان دي اولمبياد. طب ما بيزعلش منك؟ لا ما بيزعلش مني. لا بيسيبك تتفرج. آه. عادي. طب ايه بقى يعني تعليقك بقى على المباريات اللي انت شفتها؟ لا بقول لك بس لا مباريات زي بس لا مباريات زي الفل طبعا. بقول لك بس بصي بس هو اكتر واحد محقق ميداليات ومحقق كاسات العالم هو يعتبر مايكل جوردن اسطوره السله في التاريخ.
لا المباريات اللي بتتلعب دلوقتي انت رايك فيها ايه؟ لا زي الفل تمام يعني عادي. ايه بقى تعليقاتك عليها؟ بيقول لك بص يعني مثلا كانت لعبتي المفضله في الاول هي كانت كره القدم، بس كنت بقى في حيوس وكده يعني. بيقول لك بس هي كره القدم يعني مش مناسبه بالنسبه لي، عشان ابويا قال لي الطول ده انت لازم تلعب سله مسبحه. قلت له حاضر ماشي، فضلت في السله بقى شويه كده يعني. طب يعني فكرتش تلعب كره قدم؟ يعني فكرت العب شويه بس بابا منعني، قال لي عشان الطول ده ما يعرفش كره قدم، انت الطول بسم الله ما شاء الله يا اما تلعب سله يا اما تلعب سباحه، انت الطول ده ما يعرفش تلعب الطول ده ما ينفعش كره قدم؟ ما ينفعش. بس انت كان نفسك؟ نفسي طبعا. اكيد طبعا نفسي. طب وانت ما كانش ينفع تلعب كره قدم؟ ما حبيتش كره القدم يا احمد؟ انا بحب كره القدم جدا جدا. طب ما لعبتهاش ليه؟ بلعب سله بس. ليه ما انت بتحب. طب بتحب مين في كره القدم؟ مين اللعيبه اللي انت بتحبها؟ بتشجع مين؟ زيزو. زمالك. الزمالك. طب رايك ايه في محمد صلاح؟ جامد. بتحبه صح؟ مين تاني؟ طبعا ده ابن بلدنا لازم نحبه عشان ده ابن بلدنا اولا. ايوه علي. وبسجد لله طبعا عشان كل شويه ما يجيب جون بسجد لله ويحمد الشباك شكرا الصبح والليل طبعا. الحمد يعني. لله ما كل نجاح بيبقى بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بتحب محمد يعني. صلاح وزيزو ومين كمان يا احمد؟ فتوح. ومين؟ قول كل اسامي كده اللعيبه اللي انت بتحبها علشان هم بيتفرجوا عليك. زيزو، فتوح، ناصر ماهر. بس طب مش بتزعل من الزمالك لما بيخسر؟ عادي عادي. اللعبه مكسب وخساره. في دي عادي طبعا صح يعني، المهم اللعبه الحلوه. مش كده؟ طب لو عايز توجه كلمه للزمالك ولنادي الزمالك ولاعيبه الزمالك تقول لهم ايه يا احمد؟ بحبكم قوي 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 يا ثلاثة قوي. واحنا كمان بنحبهم. وانت يا علي بتحب مين اللعيبه اللي انت بتشجعها؟ اقول لك الصراحه بحب الاهلي جدا، بحب الاهلي جدا جدا، بحب اشجعه عشان لو وقع في بطولات بحب اشجعه جامد. الاهلي. طبعا. طب انا دلوقتي معايا واحد اهلاوي وواحد زملكاوي. طب طب مين من لعيبه الاهلي بتحبهم؟ كابتن محمود كهربا طبعا، والكابتن امام عاشور طبعا. بس اكتر واحد بحبه كابتن امام عاشور عشان ده لاعب جامد جامد والله الصراحه. ومين تاني؟ بقولك وكابتن مروان وكابتن محمد شريف اللي هو بيلعب. بقولك بس كان في واحد مات يعني الله يرحمه كنت بحبه قوي اللي هو مش عارف اسمه احمد زهران باين كده، بس انا بحبه جدا جدا طبعا يعني. طب شفت مباراه الاساطير اللي حصلت هنا في العالمين؟ لا ما شفتهاش خالص الصراحه. ما شفتهاش؟ فاتك كتير بقى، كانت مباراه تحفه والله. فاتك كتير. فاتك جدا. وانا عايز اسالك على اللعيبه اللي هم الاساطير دلوقتي. اكيد. شوف اتفرجت على المباراه بتاعت الاساطير؟ اتفرجت عليها؟ كان رايك فيها ايه؟ حلو. ايه بقى اللي عجبك فيها؟ اكتر حاجه عجبك فيها؟ حسام غالي. حسام غالي؟ ومين تاني؟ بس كده. بس كده؟ انت بتحب حسام غالي قوي. صح. انت على فكره ممكن تبقى حارس مرمى. اكيد طبعا عشان الطول ده. عشان الطول. طب ما فكرتش ليه في الموضوع ده؟ بقول لك بس حاجه بحبها في كره القدم اللي انا كنت بقف جون. بقول لك بس عشان في مشكله حصلت لي كبيره جدا. بقول لك بص من خيط كسرت وتعورت وقعدت انا نازل دم جامد. لا الف سلامه. وطبعا في الوقت ده رحت لابويا، ابويا قاعد يزعق لي يقول انت ازاي بتلعب كره قدم، مش عارف ما بتلعبش كره قدم، عمال يزعق لي. خايف عليك. ما اكيد طبعا يعني حب الوالدين بقى. خايف عليك. خايف عليك. بص بقى احنا هنا في مهرجان العالمين في عروض كتير قوي بتحصل، في عروض مسرح وفي عروض ترفيهيه في المنطقه الشاطئيه. شفتوها الحاجات دي ولا ما شفتوهاش؟ لا ما شفناهاش. بقول لك بس بصي اكتر طموحي ممكن التمثيل، ممكن امثل واغني راب عادي. لا بجد عايز تمثل؟ طب انت عارف ان استاذ خالد جلال كان لسه بيعمل مسرحيه اسمها الشهره هنا بنجوم جداد كلهم. ماشي تعالى لسه خلصانه من يومين. ايه؟ عايز امثل معاه والله. عايز تمثل مع خالد جلال؟ أكيد. طب قول له كلمه كده، بص للكاميرا كده وقول له، قول له انا عايز امثل معاك يا استاذ خالد. عايز امثل معاك يا استاذ خالد جلال. بتحب استاذ خالد جلال قوي؟ هو صانع نجوم. بحبه ده عشقي والله، ده عشقي الاول والاخير ان شاء الله. بجد؟ والله عشقي الاول والاخير. بتحب له ايه بقى؟ بقول لك يا مثلا بحب خفه دمه، طيبه قلبه للناس، مثلا تيجي تصور معاه مثلا. بحبه جدا جدا والله. صورت معاه قبل كده؟ كنت في العالمين قبل كده، كان عندي بطوله. واتصورت معاه؟ لو كنت انا احمد سامح. واتصورت معاه؟ اتصورت معاه. ولقيته طيب القلب ووشه بيضحك. وشه بيضحك يعني ومبتسم ودمه خفيف، حتى دمه خفيف كده يعني على القلوب كلها يعني. وانت يا احمد عايز تمثل؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ انت كل حاجه كل ما اقول لك على حاجه لا.
ايه هواياتك تاني؟ ما هو ما عندوش حاجة تانية غير اللي بتحب السلق وبس، والسباحة بطلتها كمان صح؟ طب رحت المنطقة الترفيهية، شفت الأراجوز، شفت الألعاب الترفيهية اللي بتحصل هنا؟ ما شفتش؟ شفتش أصلا. طب أنت أصلا بتحب تتفرج على إيه؟ كرة القدم. كرة القدم؟ آه. في التلفزيون كرة القدم بس، ما بتشوفش مسلسلات، ما بتتابعش أعمال فنية، مفيش ممثلين مفترض بتحبوهم؟ مفترض الطرق، مسلسل. مسلسل مفترض الطرق. مفترق طرق، مسلسل مفترق طرق. آه. وإيه كمان؟ بس. بس هو ده؟ آه. مين نجمك المفضل؟ يعني عندك بتحب احمد حلمي، بتحب كريم عبد العزيز، بتحب احمد حلمي. وانت يا علي؟ نعم. بتحب تتفرج على ايه من المسلسلات والافلام؟ تسلي نفسك بايه؟ اه بقول لك بص طبعا يعني انا بحب الاستاذ احمد السقا اكيد طبعا، عشان افلامه كلها الاكشن حلوه قوي، بحب اتفرج عليه. ايوه شكلك اكشن. اه اكيد طبعا انا شكلي اكشن طبعا اكيد. مع ان مناخيرك اتكسرت. ايوه ماشي. بقول لك بس ما زعلتش، فضلت اقاوم وفضلت العب برضه عادي. اه ما زعلتش. لا عادي. لا طبعا. ومين تاني غير احمد السقا؟ احمد حلمي طبعا، الاستاذ احمد حلمي، وطبعا بحب الاستاذ خالد الغمدوط طبعا، والاستاذ خالد صالح طبعا، يعني ده حبيب المراهيل طبعا، الله يرحمه طبعا. الله يرحمه. بتحب له ايه؟ بالك بس اكتر فيلم بحبه ليه فيلم تيتو. تيتو عشان بتحب احمد السقا، فالاثنين مع بعض. آه اكيد طبعا يعني. طبعا. والاغاني بقى بتسمعوا اغاني؟ اه بالك انا اكتر اغاني بحب اسمعها الراب، اكتر اغاني انغام. بتحب لها ايه مع انك انت بتاع اكشن؟ أيوه. انغام رومانسيه وحالمه وبتحب الحب وكده. اكيد طبعا بحب الحب جدا. ده بقول لك ده اكتر فيلم عندي رومانسي، فيلم التموشه فيها بتاع احمد السقا، استاذه منى زكي. استاذه منى زكي. طب وايه بتحب الحب قوي؟ حبيت قبل كده؟ هل اكيد طبعا يعني انا حبيت كتير. حبيت كتير؟ ايوه. ده اسمه حب؟ الحب ده بيبقى حاجه يعني أكيد طبعاً. مره واحده كتير يا علي. طب ايه بتحب اغاني ايه الانغام؟ لا بقول لك بس معظم الاغاني بحبها مثلا مروان بابلو، مثلا مروان موسى، ابو يوسف، بحب اغانيه طبعا. تحب الراب؟ اوكي طبعا، ده بعشق الراب، ده مجنون. طب انت عارف ان ويجز هنا؟ والله ما اعرف ده. بقول لك والله لازم عرفت ويجز، كنت عايز اطلع مغني مع المسرح. طب انت لازم تحضر الحفله بتاعت ويجز، لسه هتتعمل. طب امتى عشان اجي؟ هتبقى يوم 30. يوم 30؟ لا بس لا يوم 30 يوم ايه بقى؟ مثلا يوم السبت، يوم الاحد، زي كده. هو انا مش عارف. طب يا جماعه شوفوا لنا، لو تعرفوا تشوفوا لنا هيبقى يوم 30 ده هيوافق يوم ايه بالظبط، علشان نقول لعلي، علشان خلاص انت بتقول لويجز دلوقتي انت عايز تطلع على الستيج معاه. بحبه طبعا. ده بحبه. بتحبه؟ أوه. خلاص هيبقى يوم خميس. يعني. هيبقى يوم خميس. طب أوه. ماشي هتيجي اكيد طبعا يعني. خلاص ماشي. وانت بتحب اغاني ايه؟ بتحب اصلا؟ لا ما بتحبش اصلا. ما بتحبش حاجه خالص؟ خالص. طب ما بتسمعش اغاني؟ بسمع اغاني عمرو دياب. عمرو دياب. بتحب لعمرو دياب ايه؟ على فكره حفلته قريب، هتيجي تحضرها؟ لا يوم 9. ليه؟ تعالى عشان انا وانت نروح نحضر حفله عمرو دياب يوم الجمعه الجايه، انا هحضرها، تيجي تحضر معايا؟ ماشي موافق؟ ماشي. هتبقى عايز تسمع ايه بقى من عمرو دياب؟ تحب له اصلا الاغاني القديمه ولا الاغاني الجديده؟ القديمه اللي زي ايه؟ تملي معاك. وايه تاني؟ بس والعالم والله وانا عايش ومش عايش والحاجات الحلوه دي. وشوقنا اكتر. شوقنا. بتحب الكلام ده كله؟ طب حافظ حاجه من الحاجات دي يا احمد؟ لا. ما خلاص انا عرفت الاجابات بتاعتك كلها. لا انا عايز اقول ان هي بصراحه كانت فاكر. بقولك بس حافظ اغنيه لمروان موسى بجد؟ بقولك بصي انا كده اساسا حافظ حاجه لابو يوسف، اغني لك ليها؟ طب يلا. عاوزك حاجه كده؟ اه. بقولك بص طبعا بيجي يتكلم بيقول غزو ويقول حكم جامده قوي. قول قول لي حكمه من الحكم الجامده. ازاي؟ بقول لك عم المملكه ما تشوفنيش جزع عينك، اتخانق مع اخواتي مالكش فيه، احنا عيله، اتصالح مع اخواتي مالكش فيه، احنا عيله، كيس هيتقل منك وانت مش قد الشيله. الله عليك. طب كمان كوبليه صغير. نعم. قبل ما اقفل. اكيد طبعا يعني. اكيد طبعا يعني. اتفضل. طب قول. هتقول حاجه كوبليه تاني؟ اقول كوبليه تاني؟ طيب ماشي عادي. خمسة اتعلم على قفا صبت صلم، متخلف مش هايل لو اقتنع، بفصل بين الشيء وفي ايده زي القطر، لسان ملوش غير حد ده لو نطع. ده انت بالاداء كمان بجد عالي. انا كنت سعيده جدا ان انتوا موجودين معايا، الاول كابتن احمد سامح بطل كره السله لذوي القدرات الخاصه، شرفتنا ومبروك الفوز. وكابتن علي ابو بكر احد اللاعبين ذوي القدرات الخاصه، شرفتنا في العالمين، وان شاء الله نشوفك في حفله ويكس. والله لازم بحبك جدا، والله بحبك جدا وانا بحبك قوي قوي حبيبتي.
مشاهدينا، ودي كانت حلقتنا النهارده، وبكره اشوفكم وفعاليات جديده.